إلى وسط الحبيبة ترسو سفينة الإبداع. بس الله وأهل البيت إلنا ومن ناسنا كلش تعبنا، واعتذر من جيراننا هواي خافوا بزغر غثهم لعبنا. الله، هسا إذا مشيت بشارع إيش قد ممكن يعرفونك من عشرة؟ والله مو من ضمن أهدافه هذا الشيء. إيش قالت الأم على ابنها؟ تحاكي ابنها بيقول له تعال وشوف حال اللي بيئت بجفاك، وعرفك ما كنت للموت ناوي، يل ما ترضى صوتي يصير بالبيت سابع جار بتشت النعاوي. الله الله، المن تقول ليش؟ أقول الروحي. أنا أريد شنو تقول للسيد المشاهد؟ ترى الحطاب لازم ينحسب كتال إذا يلزم غصن بي ذكرى ويشرقي. الله. والحطاب لما ينحط بتابوت يخاف من الخشب لا ياخذ بحق. الله الله الله.